نعرف دور الألياف النهاردة إيه؟ دور الألياف تمام. إزاي إنها بتنقص الوزن وكل الأعمار تقريبا؟ تمام، فزيادة الحاجة هقول لك دور الألياف، بس زيادة الأكل، إحنا زيادة الأكل عن طاقتك عن حاجتك، جسم خد اللي هو محتاجه والباقي تراكم في صورة دهون، اللي إحنا قلنا الحاجات اللي بتطلع بره الصندوق بقى اللي هو الكرش، الأرداف، كل ده مخزن الدهون. مخزن الإفراط في الأكل اللي أنت عملته طول سنينك هيظهر عندك في شوية الإيه؟ الحاجات اللي بتطلع، أو الكرش والبطن والأرداف والجناب والكلام ده كله. فمخزن المخزن في الجسم بياخد اللي عايزه والباقي بيخزنه في صورة دهون في المناطق دي. نيجي عند دور الألياف. دور الألياف احنا اتكلمنا ان سبب السمنة، واحنا شوفي لو قعدنا نتكلم في هذا الموضوع سنين هنقوله هو هو الأكل، سبب السمنة زيادة الأكل الكتير. وانا ماشية وانا رايحة وانا جاية وانا رايح وانا جاي وبتاع، فبالتالي اتراكم شوية وزن زيادة. الألياف هنا بتعمل كنترول للمعدة، المعدة اللي كبرت اللي هي زاد حجمها بشكل كبير وبقت تحصل لها استريتش، طب ما انا هدي لك حاجه تتحط جوه المعده تعمل الاستريتش ده، بس ملهاش قيمه غذائيه، ملهاش سعرات. فبالتالي انت واخد الالياف دي ربنا خلقها ملهاش سعرات، حاجه بتخش جسمك تحسسك بالشبع وتنزل بدون امتصاص. يعني انا لو جعانه ممكن اخدها بالظبط، ما هي دي هي دي هي دي وظيفتها. فبالتالي انت احنا عندنا في تجربه كده عايز اوريها لكم، هي عباره عن دي ميه ودي ماده زيتيه، الماده الزيتيه دي تماثل الدهون اللي بتتحط اللي احنا بناكلها، الكوبايه الثانيه فيها الميه، الالياف ليها قدره كبيره جدا على امتصاص الميه فتكوين ماده جيلاتينيه. احنا انا قلت لكم ان احنا عايزين نحط حاجه جوه المعده فتملى المعده فتعمل استريتش في المعده فتعمل لها تمدد فتوصل رساله الشبع للمخ. ازاي هتعملي ده بحاجه سايله؟ مش هينفع، لو حاجه شربتيها هتنزل في المعده وخلاص. فبالتالي كان لازم نعمل حاجه تخش جوه المعده تقف قوام متماسك شويه، قوام متماسك صلب، فيقدر يقعد في المعده 12 ساعه 15 ساعه فيشعرك بالشبع طول المده دي. ليها قدره كبيره على واحنا بنقلبها هتلاقي ازدادت سماكه او ازدادت لزوجه. بعد كده هنبتدي ناكلها زي الزبادي كده ونشرب وراها كوبايتين ميه. زي ما انتم ملاحظين هي خدت شكل الكوبايه، لو انت الكوبايه دي كانت شكلها مختلف، لو كان شكلها دائري مثلا كانت نزلت خدت شكل الكوبايه. طبعا احنا شايفين دلوقتي كل الساده المشاهدين شايفين القوام متماسك ازاي بالظبط كده، هي تقريبا يعني بتاخد حيز المعده كله بالظبط وتاخد شكل المعده ايا كان شكل المعده، زي ما انت شايفه كده مركب صلب، المعلقه نفسها ما نزلتش. ده سبب ايه؟ ان ده مركب هيقف في المعده مش هينزل على طول. تمام، نيجي عند وبناكلها بتشربي كوبايتين ميه ثلاث كوبايات ميه، كل ما تشربي ميه هتكبر اكتر وتشغل حجم المعده اكبر. جميل جدا. الكوبايه الثانيه دي برضو بتمثل الماده الزيتيه او الدهون، هي بتغلف الدهون اللي انت ممكن تكوني بتاكليها وتكون معاه مركب وتقوم واخدها نزولها لتحت. ده هنعتبر قاع الكوبايه ده هو ده الامعاء، هي نزولها ده يعني خلاص هي نازله على الاخراج، تخرج يعني بدون امتصاص، الاخراج بدون امتصاص وتتخلص منها تماما. وتتخلص منها تماما، مفيش سعرات حراريه، مفيش في النهايه، انت مش مدخله قيمه غذائيه جوه المعده، مش مدخله قيمه غذائيه خالص. فبالتالي هي بتخش تملى المعده تخليكي تاكلي كميات اكل قليله، وجودها بقى لو انت موجوده في المعده طول الوقت، موجوده في المعده طول الوقت، فانت ما عندكيش الاحساس بتاع الجوع. الجوع انا جعانه على طول. طيب لو جوعت لو اكلت ثلاث اربع معالق رز مثلا، ده غير اللي كان بياكل طبق رز كبير، طبق رز طبق، خلاص انت شبعت وانتهت حاله الايه النهم بتاعت الاكل.